بسم الله الرحمن الرحيم. معانا العلبة طبقتين، علبة التلاجة اللانش بوكس. الأول هتكون مقاسات العلبة. العلبة عبارة عن غطا، مصفى، دورين اتنين بيركبوا على بعض. مش دي 240 صغيرة دي، ودي 640، يعني أكتر من نص متر. دي مكوناتهم أربع حاجات. العلبة ميزتها إنها هي بتركب على بعض كده ثابتة، زي ما شايفين أهو ثابتة، فمبتاخدش مكان في التلاجة، ومع ذلك تاخد كمية كبيرة. ومعانا مصفى. وظيفة المصفى دي إن هي لو عندك حاجة فيها سوائل بتفسد السوائل على المحتوى، فبتديها عمر أطول. المصفى فيها من تحت بروز، زي ما شايفين كده واضح في الكاميرا، بروز من هنا علشان يبقى في ارتفاع بين القاع وبين المصفى. نركب المصفى بالطريقه دي ونحط الحاجه اللي فيها ميه. ممكن تتبلي بانيه، ممكن تتبلي سمك، ممكن تتبلي فيليه، جمبري، جبنه بيضاء، نفس الشرش، اي حاجه فيها ميه بتحطيها عليها، بتكسر الميه على المحتوى عشان يديها عمر اكبر. والغطا واحد من اثنين. لو احنا مثلا عندنا محتوى يكفي جزء ده بس، هنحط جزء ده بس. لو عندنا حاجه هنحطها في علبه صغيره، ممكن علبه صغيره بس، فانت بتستخدميها اكتر استخدام حسب احتياجاتك في البيت. انت لو هتديها لابنك في المدرسه او نازله شغل، تحفه في الاكل طبعا محكمه، وبتاخد كميه كبيره ما تاخدش مكانها، وتحطيها في الشنطه. لانش بوكس تحفه للنادي، للشغل، للبحر، نازله البحر، للمدرسه، للجامعه، اي نزله بتاكلي اكلك في العربيه بدل ما تاكلي في حاجه مش صحيه في الشارع، تاخدي وجباتك معاكي او بتاكلي فيها في الشارع. علبه حلوه جدا. من ميزات برضو العلبه بتاعتنا ان القاع هنا خشن والجناب ناعمه، علشان لو انت بتاكلي حاجه ما تجرحيش الجناب. هي شفافه طبعا عشان تبقي عارفه ايه اللي جوه. علبه متميزه جدا من تابر وير، معانا في العروض، خصم قوي جدا النهارده. علبة التلاجة من تابر وير، الدورين تلاجة وخروج وتخزين ولانش بوكس. الدورين من تابر وير. شكرا تابر وير.